إذا السلام عليكم الزول، تحية طيبة جديدة متجددة للجميع. كالعادة بعجالة نتحدث عن سبب عدم معرفة شعوب شمال إفريقيا تحت المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا لتاريخهم ومكونهم الأصلي والذاتي والهوياتي. هي في الحقيقة بعد انهيار يعني كما كانت تسمى الإمبراطورية الأموية أو الدولة الإسلامية، وبعدها أتت يعني كانت هناك يعني دول إسلامية تحتها أو رافضة لها أو وبعدها أتت الدولة العثمانية. فبعد الدولة يعني الدولة العثمانية أصبح لدينا عالم إسلامي يعني منخور. حتى الدولة العثمانية لها عدة سلبيات مثل الأموية، طبعا هذا موضوع آخر لأنه أصلا هو الدين لم يعيش فترة طويلة، الدين الحقيقي عاش 60 أو 70 أو 100 أو 200 سنة بعد وفاة الخلفاء الراشدين وظهور الخوارج وكذا ومنا والرافضة، مات الدين. لا نقول مات ولكن نقول حر، لم يكن في اتجاه صحيح. إذا نعود، خرجنا على الموضوع، نعود هنا. بعد انهيار الدولة العثمانية وعودة إنجلترا وفرنسا والصهيونية العالمية للعالم، قسمت العالم الإسلامي أو خاصة العربي بطريقة لن يتطور بها ولو عاش للأبد. فكانت نقاط محددة لضرب المكونات والعناصر يعني الأعراق القوية في العالم الإسلامي، وهي أمة الكرد التي خرج منها صلاح الدين الأيوبي، وأمة الأمازيغ أو البربر التي خرج منها من طارق بن زياد أو آيت زياد. وهنا يعني كانت ضربة محكمة جدا، أين أقصيت هاته الأمتان وأظهر أمما أخرى في أراضي هذه الشعوب ومسحوا هويتهم وحاربوهم وجهلوا هم وما نعيشه. وفي الحق كان موضوع أن يغمر سن بن زيان السلطان الزياني الزناتي الأمازيغي قبيلة إزناسن، ولكنه خرجنا عن الموضوع. لكن هذا أيضا لا ما تحدثنا عنه، فهو ضمن برنامجنا وسيكون الفيديو إن شاء الله في اليوتيوب، ومن يريد أن يتابع أو يفهم أو يتعمق فما عليه إلا مشاهدة عبر قناة اليوتيوب أو النشر. السلام عليكم.